التاريخ كان زفت، حرام عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني احنا جايين على اخر يوم ومأجلين لنا علشان يحطمونا. انا جيولوجيا، الامتحان كان سهل جدا، بس كان في اسئله تبين المتفوق عن المتوسط عن الضعيف. الكلام ده الامتحان يعني فيه اللي هو ايه، متدرج. كنت بامتحن تاريخ، كانت الامتحان كان طويل، كان فيه تكات كتير قوي ومش على مستوى الطالب المتوسط، كان عايز ازيد من الوقت اللي هو محدد ليه اصلا. امتحان النهارده كان كويس بتاع الجبر، وهو كان على مستوى الطالب المتوسط، وهو اصلا من الامتحانات اللي فاتت وما اتسربش. هو اكتر امتحان فرحنا بعد العربي يعني، بس ما فيش امتحانات تانية خالص، الحمد لله.